السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصلت للديار المصرية الحمد لله، وصلنا بأمان الحمد لله. بغيت نوريكم في هذا الفيديو غير الطريقة ديال كيفاش تلفوا الحاجات ديالكم باش ما تخسرش ليكم في الطيران ولا تبقاو مهرسة ولا هذا. داكشي اش انا قلت يلا بغيت نبدا نحل، وانا نقول بلا قبل ما نحل نوريكم هاد الطريقه هذه. لان انا قبل يعني في اليامات الاولانيه كنت نلقى شحال من حاجه معوجه وشحال من حاجه محلوله، كنت كان نديرها نيت مزيان، كنت كان نومباليها مزيان، لومبالاج يكون منها كان مزيان، ولكن ما كنتش كندير هاد الطريقه هذه. مع ذلك تلقاها يا معوجة يا طار عليها شي حاجة، لأنهما الله يهديهم ماشي كيهزوا بشوية ولا هذا. وغنوريكم واحد مقطع هما يا كيدوزوا لي فاليز ولا الشنط في وسط الطيارة. هذه الطريقه هذه فيها سكوتش او لصق، انا كيقولوا ليه نسيت سميتو، تسنى نجيبو لكم باش تعرفوا. هذا اللصق هذا، وقبل ما كندير هذا اللصق هذا كيكون دايره فيه هذاك البلاستيك اللي هو بابلز بلاستيك اللي هو هذا تيبان حتى في هذا ديال الزيت. شفتوا هذا رائع البنات، شتي هذا ماشي مشكل. هذا ما عاد كيدير المترو 5 دراهم ولا ما عاد 100 ولا 6 دراهم في المغرب، باش خديته رخيص. و صراحه يعني من نهار وليت كنديرو، حيت انا فاش كنت كندير قبل كي قلت لكم كتلقى مشكله، واخا كندير هذا السكوتش هادي وهذا اللصق هذا تلقى مشكل شي حاجه تكبات ولا شي حاجه. المهم ان كي قلت لكم وليت كندير هذا مزيان، هذا مزيان البنات، كيحافظ على الحاجه مزيانه، يعني بحال هذا هو الزيت نورمالمون، يعني في هذاك في الازازه ولا القاروره ديالو ممكن يكون يتفرقع ولا يتكب ولا هذا، لا ما بقاش كيطرى لي هذا المشكل. منين بديت كندير هاد لومبالاج هاد البلاستيك هذا البابلز او اللي فيها الجيجيل هذا اللي كيبقى كيطرقوا، كنا كنحماقوا عليهم ناخذوهم ونبقاو كنطرقوهم. صافي انا قلت هاد الفيديو نوريكم غير الطريقه ديال ما ماشي قصدي انا نقول لكم اش نجس معايا، ولكن غير نوريكم يعني طريقه باش تحافظوا على الحاجه اللي كنتو بغيتو تسافروا. ما فيها باس نتوما مسافرين او تشريو شي حاجه بالعشاق يعني عاشقينها وكتشريوها وفي الاخر كتلقوها يا ما تهرسات يا ما هادي، دونك يعني هذا حل بسيط يعني ومزيان يعني كتستافدوا منه. بحال هاد المبخره اللي كانت ديجا جبت معايا وحده من يمتا ولقيتها تهرسات من بعد، يعني هاد المبخره زوينين هاد القسمه ما كنمشي كناخذ ليا شي وحده ولا هادي، اما كتبقى عندي ما كنعطيها كادو لهادي. المهم هذيك اللي قبل من هذه كانت تهرسات ليا، لقيتها يعني مع انها بلاتي نحلها ونوريها لكم البنات. هو يا باش ما يكونش داير لنا مكان باش وما يطراش لي شي حاجه يتهرس ولا شي حاجه، هو هذا كتحيدو حتى هويا. من بعد كتحيدي راه كيكون هكا فاش كتشري كتخلي نيت من احسن كيفما هو، تحيدي هذا ديري في الداخل تخبيه ولا هذا ومن بعد صافي. المهم هاد البراد وحاجه واحده اخرى يعني هادو حتى همايا هما بقاو كيفما همايا، هادو ديال اللي كتحطي فيهم البيض ولا تحطي فيهم اللي بغيتي. المهم البيض تقريبا ديال البيض، وهاد الصينيه هادي كنت درت واحد هادو البنات فاش شريتهم فاش كنت درت واحد فيديو في مراكش على هاد الشيء، يعني في واحد دفا وربع دفا
ونص او فاربع فاربع فمراكش كنت وريتكم واحد الراجل كيبيع هادشي ديال هادشي ديال اللعبات ديال اتاي ديال دوك الديكوراسيون ديال الشاي وهذا كنت خديت من عندهم هذيك الساعات خديت من عندهم هاد هادو هاد الصينيه هادي وكانت نيت عجبت البنات بزاف كانت وخديت من عنده هاد اللعبات كان حدا واحد كيبيع هادشي حتى هويا غير هذا هادي بالنسبه لهادي حتى هي املو فاش كنا في الفيديو ديال التغدوين كنت خديت منه حتى هويا ها هو شوفي كيبقى يعني ما طاولته في الامبلاج بقى ما خسرش ما طرا لي حتى شي حاجه يعني و كاع الحاجات اللي كانوا غادي اللي غادي يخسروا والطريقه ديال اللف او الطريقه ديال انا كتجي معي شي حاجه استغل لي بحال هذه تنحلها استغل لي يعني هذه هادو مولات ديال الحلوه جوج هنايا وحده في وسط وحده واستغليتهم خشيت في وسط منهم هادو عاد باش سديت عليهم باش تبقى لي البلاصه وتنديرها في وسط الحوايج وتنحط عليهم الحوايج يعني كنديرهم تندير الحوايج الاول تنحطهم تندير لهم الحوايج ما كتخاف حتى شي حاجه كتبقى الحاجه كيف ما هي ما كتخسرش وبالنسبه ل هاد الطبسيل ها هو حتى هويا هاد الطبسيل البنات هذا ما دخلتوش في وسط الباكاج كان معايا في يديا يعني بعدا ما حيدوش ليا الطياره هو وهاد القصريه هادي هادي ديال الخشب هادي جبتها هادي صغيره باش الا بنحط فيها الكسكس ولا شي حاجه ولا تستغل شحال من حاجه هانتوما شتي ما دخلتهاش مع الباكاج كانت في وسط يدي يعني كانت في واحد قطعه في واحد بلاستيك يعني كتدخلي في هكا ساكامه كتدخلي معاك الطياره يعني ما حيد ما وما حيدوش ما قالوش علاش هزه ولا هذا ما كانش مشكل ها نتوما البنات سمسو هذا ها نتوما فاش حليتو ما كان هذا فوس الحوايج حتى هويا الزيت زيتون وما طرا لي حتى شي حاجه يعني مع ان البلاستيك ديال الازازه ولا القاروره فراجيل ماشي زعما شي حاجه اللي هي كاين يعني هذا البلاستيك هذا والله الا مزيان البنات غير على ضمانتي مزيان وهاد الطويجنات هادو حتى همايا اكيد معروفين عارفينهم حتى هما شبيك غلفتهم بهذه الطريقه هذه كيفاش طهي بهذيك بلاتي نحل لكم هاد الطاجين نشوفوه البنات باش هو درت له هاد المونطالاج ديال الدجاج هو ديال الدجاج اصلا بلاتي نحلو هانتوما البنات تنتيكو كيفاش كندير لومبالاج كان حتى هنا كندير فيه هذا عاد كنحط فيه ثاني هذا الغطاء وتنعاود ندور عليه هكايا هادو زوينين البنات هادو زوينين البنات تحطو فيهم الزيتون تحطو فيهم الزبده ولا تحطو فيهم يعني تيجيو الديكور ديالهم زوين خديت ثلاثه تا هما درتهم نفس الشيء درتهم بنفس لومبالاج وهاد الزيت هو انا حليتو هاد السيروم هاد السيروم رائع جدا ارغا سيروم تيكون فيه ديال ارغان ديال كوك ديال لافوكا زوين بزاف البنات خديت منه شفت معايا كنديرو تماك وجبت معايا ها هو فجرتو هكايا وبقى هو يعني ما خسر ما حتى شي حاجه هادشي اللي كاين والمهم عندي واحد الحاجه مهمه اللي غنوريها لكم هو الطاجين المغربي البنات جبتو معايا الحمد لله ما طرالي حتى حاجه ما تهرسلوش الاغلبيه فاش كيكونوا كيجيبوا كيتهرسوا لهم هاد الغطيان هاد الطريقه ممتازه ما تهرسلياش غنحلو انا مازال ما حليتوش غنحلو قدامكم حيدو هذا تنحلو هانتوما البنات هذا فاش كنت اللي كان شاف الفيديو ديال العين التغدوين فاش كنا الخرجه ديال لمراكش كنت قديتو من داك الناس اللي تماك داك اللي كان اللي كنا جلسنا عندهم نيت وكلينا عندهم حداهم واحد كيبيع لهم هذا الشيء اللي كيطيبوا بني حتى هو واستغليته البنات استغليته من داخل حطيت فيه هاد بحال هادو اللي كنت خدينا هاد هادو لا هادو ما خديتهمش من مراكش هادو خديتهم من كازا حتى طبيصه دابا نوري لكم نيت هذا سمن وهذا املو وجبت هذوك المساخن اللي هما الحلوين ماشي دوك الحارين
واستغلتهم وحطيتهم هنايا وسديت عليه. وهذا مكان والطريقه اللي قال لنا هذاك الراجل يعني بغيت نشارك معكم الطريقه ديال انك قبل ما تخدمي او تستخدمي به انك تخليه ساعتين هو في وسط الماء منقوع في وسط الماء ساعتين. من بعد كطيبي فيه غير تديري تعمري الزيت لهنايا وبصله ومطيشه بصله ومطيشه او بصل وطماطم تعمريته لهنايا وتخليه كي يطيب هذاك هذيك المطيشه والطماطم كيطيبوا مزيان. عاد كترمي هذيك المطيشه والطماطم حتى تطيبوا مزيان حتى تيولوا يعني ما كيبقاوش يبانوا كاع. عاد هكا روطيه باش انه ما يحرقلكش وتبقى ديما في ديك البنه. هذا هو داك الراجل قالها لنا اللي كنا عنده في عين تيغدمين هو الطريقه اللي قالها لنا. هذا الشيء اللي كان البنات بغيت نحل لكم هذه باش نوريكم هاد الطبيصات زوينين بزاف خليتهم من كازا 5 دراهم الوحده. ها هما البنات الشكل ديالهم زوين بزاف شتي غارقين هانتوما غارقين يعني زوينين وخفاف والشكل ديالهم زوين بزاف وغير 5 دراهم ماشي شي حاجه. 5 دراهم شنو هي ماشي هذا زوينين بزاف. و حتى هما نفس الشيء درتهم داك اللومباراج و هما الحمد لله وصلوا ما دوم حتى شي حاجه. هذا مكان وهذا داك الترموس ولا كوكوط ديال القهوه ديال جوج كيسان. انا عندي هنا في الدار داك الكبير وكنبقى نبغي ندير غير شي كويس ديال القهوه هذا كان خاصني ندير داك الكبير. جبت هذا حتى هو صغير هو زوين حتى هو الشكل ديالو زوينين. هذا خديته ب 50 درهم تقريبا ولا 45 درهم مابقاش عاقله. وتوا ها هو نفس الشيء درت له هاد لومبالاج يعني اي حاجه دير لها هاد لومبالاج هاد النوع ديال لومبالاج كوني على يقين انك غادي تحافظي على الحاجه اللي جبتيها ما غاديش تخسر لك ما والو. هاد النوع هذا اللي كيبقى كيتطبق هذا صافي. هذا ما كان نتمنى ان نفدتكم بهذا الفيديو. ماشي الغرض من نوريكم مشترياتي او اللي جبت معايا لا انا اللي نوريكم بزاف كميه ما يتشاف ما ماشي هذا هو الغرض. الغرض مني هو انني نفيدكم واحد حاجه انا استفدت منها بغيت نفيدكم بها حتى نتومايا. هذا الشيء ما كاين ونتمنى لكم يوم سعيد والى فيديو واحد اخر. كنقولكم دائما شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا. ودابا حنا غنبداو الحياه في مصر و كنشكركم بزاف والى فيديو حتى اخر كنقول لكم السلام عليكم.